الله أكبر حملة لتصحيح مصر كلها. سد النهضة الذي يقام في أثيوبيا بدعم عربي إسلامي إسرائيلي. فسروا لي كيف يمكن أن يتم هذا التنسيق الجهنمي الذي يجعل من مصر صحراء. إذا تم هذا المشروع سوف تتصحر مصر خلف 3 سنوات. 40% من المياه المستحقة للري المصري سوف تمنع عن الموجب هذا السنة. وعلينا أن نبحث كيف ندافع عن أنفسنا. كيف ندافع عن أنفسنا؟ إذا كان من حق الرئيس أن يهني الأثيوبي بجائزة نوبل للسلام، فأنا أقول له نحن لا نهني هذا الرجل. وعاشت الأمة العربية وعاشت سوريا وعاشت العالم.